إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب. أنا مش كافر، أنا مش مؤمن. وتمهل الجميع 48 ساعة. فضيلة المرشد أعلن النفير العام لكل الإخوان. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. كل اللي عندك من حق. بس ده مش حق، ده كده يبقى طمع. متخافش، انت مش محتاج سلاح. يعني احنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان اخلص من خلقتك انت وعيالك. يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. اذا الشك دخل في قلب الراجل يبقى العلاقة انتهت. انا هفضل في نظرهم ست بتخون جوزها. النار اللي بتتكلم عنها دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان. الشغلانه دي مدياني فرصه ان انا اعرف اشوف مصر من جوه بتفاصيلها. انت عايز تدخل جوه عمق داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص؟ هيشكوا في جنه انت ورحيم. هجيبك لو كنت فين انت وهو. مش كويسه؟ انزلي دلوقتي من العنبر الضيق وراه مفيش بني ادم يلمح. حنهم يا كبير. خلص بيت ابوك. انت مين يعني واكلهم يعني؟ ايه يا كبير؟ مربوحة؟ طبعا يعني يمكن اللقطات اللي احنا شفناها دي من شوية الحقيقة اللقطات كلها بتؤكد على تنوع دراما رمضان 2022 لهذا العام، والحقيقة تنوع كبير يعني وتنوع جميل. أعتقد أنه الناس المشاهدين كل الناس الحقيقة يمكن بإشاداتهم بأن هم يعني هذا العام رمضان مختلف تماما. أنا سعيدة لأكثر من حاجة. أولا سعيدة لأنه لم تخرج الدراما فجأة، يعني كان في تخطيط مسبق. يمكن حضراتكم تتذكروا مع بداية العام مع انتهاء شهر رمضان 2021 كان في يمكن طبعا معانا مؤتمر كبير في المتحدة وكانوا بيتكلموا عن بعض الأشياء الهامة منها الدراما، إنه إزاي هيتم وضع عدد من الموضوعات اللي بتهم الناس وبتهم البلد وبتهم الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا. أنت بحاجة إنك تساعد في تشكيل الوعي. الدراما مهمة لأنها بتساعد الناس، تطرح موضوعات، بتطرح آراء، بتعمل تطهير أحيانا، بتقدم التاريخ زي بتقدم كمان حقائق أنت بحاجة إليها. فأنت طول الوقت ده دور الدراما ودور الفن أنها بتمشي بالتوازي مع الدولة، وبتساعد كمان المواطن أنها بتفتح أفاق، يعني بتخليه كده يشوف حاجات، بتنور على حاجات. بيساعد فيها بقى كمان الأداء، أداء الفنانين، الموسيقى، التصوير، الإخراج، كل العناصر، لأنه كل العناصر مهم أنها تكون بهذه الجودة العالية اللي بنتابعها.